بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لدينا هذه القطعة الخشبية الطويلة، طولها حوالي 225 سنتيمتر، وكما نرى فهي معوجة. سوف نرى الطريقة الصحيحة لتسويتها. لاحظ أنها تقف على هذا الركن هنا، وهي تقف على الركن المقابل له من الناحية الأخرى، يعني هكذا. يعني هي تقف على هذا الركن هنا، أما هنا فيوجد فراغ. وأيضا هي تقف على الركن الآخر. يعني هي تقف على هذا الركن هنا والركن الآخر هناك. هذا النوع من الأخشاب من السهل تسويته، فمن الجانب نراه هكذا، أما هذا النوع فهو صعب لأن اعوجاجه ملتوي فيكون غير مستوي على آلة الرابون، لا يستقر عليها. عكس الأول. طبعا الآن عملية التسوية تكون بالضغط على هذا الركن هنا والركن الآخر المقابل له، يعني هذا الركن هذا هنا وذلك، عندما نقوم بتمريرها فوق آلة الرابون. الآن نباشر عملية التسوية. الآن عندما أصل إلى وسط اللوحة هنا أعكس عملية الضغط، يعني بدل أن تكون على هذا الركن تكون على الركن الآخر المقابل، يعني يكون الضغط هكذا. الآن أعكس نحو الاتجاه الآخر بما أنها وصلت إلى الوسط. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أنها بدأت تأكل من هذه الناحية، أما هنا فهو الفراغ، مكان الفراغ هكذا. نلاحظ أنها أما هنا فنلاحظ أنها عبر الوسط تماما، يعني من الطرف إلى الطرف. ثم نلاحظ أنها بدأت تنحو ناحية اليسار، ناحية اليمين هنا عفوا، يعني هذه هي الجهات التي كانت تقف عليها، أما هنا فكان هنا كان الفراغ. وهذه هي عملية الضغط، عملية الضغط كانت على هذه الجهة هنا ثم هنا في الوسط، أما هنا فهي على هذا الطرف الآخر. لماذا؟ لأنها ملتوية هكذا. نواصل العملية. الآن نلاحظ أن الفراغ بدأ يقل. نواصل عملية الضغط على هذا الركن ثم في الوسط ثم على الركن الآخر المقابل. Thank you.
ولا يوجد أي فراغ بينها وبين الطاولة، لا يوجد أي فراغ. وأيضا لا نلاحظ أي حركة، إذا قمت بتحريكها هكذا لا نلاحظ أي حركة.